بالنسبة لشيخ راس العجوز يعني في علاقة وفريق وكل شيء في هذا القبيل فكت لك الباب وكنت تتكلم مع الميكرو تاعو. أنا غادرت الحكومة في بداية ماي 2017 الملف تاعو فات في مجلس الوطني للاستثمار في 3 مارس 2018 معناتها 11 شهر من بعد. ما عندي حتى علاقة من التاريخ وما عندي حتى في الزمن من بعيد ومن قريب. نهار سمعت بلي اتصلوا بولدي باش يخدم معاهم خاطر الخبرة تاعو من خريج من أوكسفورد اختصاص تاعو لوجيستيك والمانجمنت طلبوا منه بالخبرة تاعو باش يسير الشركة. قلت له بالكلمة الأسبوع ما تخدمش مع الدولة ما تجيش مع السياسة تكد على ربي بكل وضع. دونك من هذا الجانب سيد الرئيس يقول مطمئن كل بالتمينان ما أعطيه حتى امتياز من العزيز من المطمئن أو من البعض.